الأصدقاء، الأحبة، الزملاء، الجيران، أحييكم بكل تحية تحيوا بها أنفسكم. صباح الخير، مساء الخير، كل سنة وأنتم طيبين، سعيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل مكان وفي كل زمان. اليوم الحلقة 36 في برنامج فضفضة 5 لـ5، والحلقة دي اسمها أصائيس في المجتمع المدني. يعني إيه أصائيس؟ هشرحها لكم بعدين إن شاء الله. وفي نفس الوقت هنشكر في الأول الأستاذة آية أبو زينب على العرض الفني، وأشرح لكم يعني إيه أصائيس في الشريحة القادمة. في عندي فهرس هنا أنا كاتب فيه 8 نقاط هتكلم فيهم النهاردة، لكن أصائيس بالنسبة لنا احنا هي كلام أنا كتبته من زمان وحبيت أرجعه وأراجعه وأعرضه مرة أخرى في محاضرة. المحاضرة دي أو اللقاء بيني وبينكم النهاردة ده علشان أشجع فيه الشباب إنهم يكونوا هم أصحاب الكلام، هم أصحاب الفكر، هم أصحاب الفكر، الكلام، الرؤية، هم أصحاب الاستراتيجية، هم ليسوا أقل من أي حد بيكتب، أي حد بيتكلم، أي حد بيفكر، أي حد عنده رؤية، أي حد عنده استراتيجية. ففي مثل مصري علمناه زمان بيقول الشطرة تغزل برجل حمار. دايما الغزل بيكون بإبرة رفيعة، وعلى حسب رفع الإبرة على حسب النسيج بيطلع. لكن احنا بنقول هنا هو يا شباب اغزلوا برجل الحمير وبعدين اغزلوا بالإبر الرفيعة دي كلها. فلابد أن تثقوا بأنفسكم أنكم تكتبوا وتتكلموا وتأثروا وتعرضوا أفكاركم على العالم كله. ده اللي بنتكلم فيه. الثمان مداخل اللي أنا بتكلم فيها دلوقتي لو حد معانا على الزوم هيلاقي الشريحة الثانية فيها 8 نقاط. المدخل للمحاضرة بتاعت اليوم، ما هو مفهوم العمل الإنساني، ما هي تعريفات المجتمعية اللي احنا بنتكلم عنها. الزوم الرابع بتاعه على الصفحة بتاعت فيسبوك، فاللي عايز يتفرج عليها على الزوم عشان يشوف الشرائح يخش على الزوم. النقطة الرابعة كيف يتعلم الشباب. النقطة الخامسة ما هي الدبلوماسية الشعبية. النقطة السادسة ما هو الوعي المجتمعي للشعوب. النقطة السابعة مقاومات الدولة العظمى. النقطة الثامنة رسالتي إلى الشباب. 8 نقاط اليوم هنتكلم عنها، والشاطرة تغزل برجل حمار. الشاطرة أو الشاطر يغزل برجل حمار. أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن جاد، تعلمنا منك الكثير. إيه هو المدخل بقى؟ المدخل بالنسبة لي أنا شخص معتز بديني الإسلام، خلاص. يقولوا إسلاموفوبيا، يقولوا إسلاموكوبيا، يقولوا أي حاجة. أنا معتز بديني، معتز بثقافتي، معتز بقيمي، معتز بكل شيء. خلاص؟ خلاص؟ موجود يا عبد الرحمن الزوم لينك على الرابط بتاع اللي هو الفيسبوك. خش على الرابط في الفيسبوك في الصفحة هتلاقي الزوم موجود اللي هو الرابط بتاعه. فأنا راجل وأتمنى أن كلنا كده، المسيحي يعتز بدينه، اليهودي يعتز بدينه، كل واحد يعتز بدينه. أنا شخصياً بعتز بدين إسلامي، يعني بالإنجليزي كده بقى، بالإنجليزي مرسي نو ماتر وات. خلاص. ولا أريد أن أثبت للعالم اللي بيسمي نفسه متحضر الآن وبيأكل في نفسه وبيقتل في نفسه وفي إخوانه، ولا أريد أن أثبت لهم أن الإرهاب ملوش علاقة بالإسلام. في 2006 كنا قاعدين في جلسة في الأمم المتحدة في جنيف، كنت أنا لابس زي باكستاني شروال، يعني زي اللي هو الرسمي التقليدي، وكانت لحيته طويلة جدا، وحسيت أن المؤسسات الأممية اللي موجودة كانت بتتكلم بتغليف عن علاقة الإرهاب بالإسلام. فأنا قمت بقى فهمت، ربنا فهمني سبحانه وتعالى، فقمت رافع إيدي وأنا في حالة غضب. لم يفصحوا عن أن في علاقة بين الإرهاب والإسلام في 2006. قمت حط في كده قلت لهم
لا توجد أي علاقة بين الإرهاب والإسلام. الإسلام دين أتى لينقذ البشرية مما كانت فيه من ضلال وغيابات إلى آخره، وظلم وجور إلى آخره، وأفرز حضارة نشأت من دمشق، حضارة نشأت من بغداد، حضارة نشأت من الأندلس، حضارة نشأت من القسطنطينية، وحضارة نشأت من مصر، وحضارة نشأت من كل الشعوب الإسلامية. فالحذاري كان صباعي كده أن تقرنه بين الإسلام والإرهاب. فذلك أنا أقول في المدخل اليوم أن الإرهاب ليس له علاقة بالإسلام على الإطلاق، والإسلام لن يقضي عليه أحد، والإسلام دين ماذا؟ العدل والحرية والحقوق والمساواة والحضارة والنهضة. تنخر من تنخر وزعل من زعل وضرب رأسه في الحيط من ضرب. الإسلام دين عدل وحرية وحقوق ومساواة وإخاء وحضارة ونهضة. النقطة الثانية في الكلام اليوم، ما هو مفهوم العمل الإنساني؟ أنا بقول لكم يا شباب، لأن الكلام ده أنا كتبته، أتمنى أنك تكتبوا كلام أحسن منه، وهتكتبوا كلام أحسن منه، بس حطوه وأنتوا واثقين أنكم هتوصلوا كلامكم ده للناس بطريقتكم وفلسفتكم الجديدة. مفهوم العمل الإنساني هو عمل لا يعرف الآراء الشخصية ولا الانتماءات الحزبية ولا الفكر الأحادي. فالعمل الإنساني شمولي يسع الجميع، وعلى العاملين فيه ألا يتلونوا بلون ما، وأن يحتفظوا بآرائهم الشخصية لأنفسهم، لأنهم لو عرضوا آرائهم الشخصية على المجتمع سينقسم من خلالهم. واخدين بالكم يا شباب؟ واخدين بالكم يا شباب؟ لأنهم عليهم أن يحتفظوا بآرائهم الشخصية لأنفسهم، لأنهم لو عرضوها على المجتمع سينقسم المجتمع من خلالهم. لماذا؟ لأن هؤلاء العمال المجتمعين الإنسانيين مجمعين وليسوا مفرقين، مبصرين وليسوا مضللين، موجهين وليسوا مغيبين. فلا بد أن يحولوا طاقات غضبهم إلى طاقات إيجابية مجتمعية تنفع وتبني المجتمع وتوحده وتقوي أنسجته. فكثير من الأحيان حينما يكون هناك صدام ينقسم المجتمع إلى فئات. أنتم عمال مجتمع مدني، عمال إنسانيين مجتمعيين، حذاري حذاري أن تعبروا وأنتم في هذا الأتون عن آرائكم الشخصية اللي كانت تؤدي إلى انقسام المجتمع. لو حدث في صدامات يعني تنفع وتبني وتقوي الأسرة. فكثير من الأحيان حينما يكون هناك صدام ينقسم المجتمع، لما يكون في صدام ينقسم المجتمع إلى إيه؟ إلى فئة تصطدم وفئة لا تصطدم. في فئة عايزة مش عايزة تصطدم، عايزة تعيش إيه؟ كذا، وفئة هتصطدم. والفئة التي لا تصطدم تنقسم إلى ثلاث فئات. ثلاث فئات، الفئة التي لا تبدي الصدام تنقسم إلى ثلاث فئات. الأولى لا تصطدم، مش عايزة، خلاص؟ بتخاف، فئة بتخاف، وفئة ملهاش رأي، والفئة الثالثة اللي عايزة تريد الإصلاح. يبقى الثلاث فئات اللي مش عايزة تصطدم، واحدة بتخاف، واحدة ملهاش رأي تقول لك ماليش دعوة، سلبية، والثالثة تريد الإصلاح ما استطاعت. وأنتم بقى يا عمال العمل المجتمعي والإنساني ليس عن جهل أو جبن، ولكن عن دراية. لماذا؟ للملمة شتات المجتمعات. أنتم الفئة الثالثة، الفئة الثالثة اللي بتعمل إيه؟ بتعمل إرادة الإصلاح ما استطاعت. أقولها تاني، الفئة التي لن تصطدم إما عن خوف أو ليس لها رأي، أو تريد الإصلاح ما استطعت. أنتم هذه الفئة الذين تريدون الإصلاح ما استطعت. ده بالنسبة لمفهوم العمل الإنساني. النقطة الثالثة
في مداخلة اليوم إن في تعريفات مجتمعية أنا وضعتها، كان من حقي أنا أن أضع التعريفات التي أؤمن بها كما كان من حق الآخرين أن يضعوا التعريفات الذين يؤمنون بها. يعني ما فيش حاجة اسمها قرآن وانتهى الموضوع، كلها اجتهادات. فهناك من الغرب من اجتهدوا، وهناك من الشرق من اجتهدوا، وهناك شخص زي حالاتي أو زي حالاتكم اجتهدوا، وحط الاجتهادات اللي بتعتقدوا أنها اجتهادات صائبة. بالنسبة للتعريفات المجتمعية للمؤسسات المدنية، أول تعريف: من هو المواطن المدني؟ من هو المواطن المدني؟ هو كل مواطن لا يعمل في القوات المسلحة أو البوليس أو الدفاع المدني أو كل مواطن لا يرتدي الزي العسكري أو الأمني. ونحن نعتبر رجالات الدين رجالات مدنيين. كتير جدا من الأفكار الحديثة السائدة تقول لك جنب الدين وجنب الكنائس والمساجد والمعابد على جنب. لا، هي مؤسسات مدنية ومسؤوليها مسؤولين مدنيين. وافق من وافق ورفض من رفض، ده رأيي، ده أنا بؤمن به، أو أنا بعتز برأيي كما أنت تعتز برأيك وكما أنت تعتز برأيك. ما فيش حاجة اسمها أن أنت هتفرض علي رأيك، ده فكري وده فكرك، تعال نتناظر ونتحاور عن معنى فكرك مع معنى فكري. والمواطن المدني هو المواطن الذي لا يرتدي الزي العسكري أو الأمني، وكذلك رجالات الاستخبارات وأمن الدولة والمباحث ليسوا مواطنين مدنيين، هم من فئة العسكرية والفئة الأمنية. ده بالنسبة للمواطن المدني. يعني إيه من مدنية؟ مدنية الناس فكرة المدنية دي يعني إيه؟ يعني واحد لابس بوبيون ولابس اللي هو البدلة موديل طويل أو لابس التوكسيدو. لا 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 لا، المدنية دي ثقافة بتصنعها أنت كمواطن، هي فلسفة بتصنعيها أنت كمواطن، هي نهضة بتبنوها أنتم كمواطنين، هي تقدم بتتقدموا به الشعوب الأخرى كمواطنين. وبتصنع كل هذه الأشياء المواطنين المدنيين أمثالكم. أوعى تيجي تقول للمدنية واحدة عريانة ولا واحد مش عارف بيشرب خمرة، ده كلام فارغ، ده كلام السينما وكلام الناس اللي ما عندهاش قاعدة معلوماتية معرفتية عن ما معنى مدنية. مدنية بناء وثقافة وعلم وفكر ونهضة وتقدم وحضارة يقوم بها أو يقيمها المواطن المدني. يعني إيه موظف مدني؟ هم كل العاملين في المجالات الحكومية وغير الحكومية بعيدا عن الإدارات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية إلى آخره. خلاص؟ كل المدنيين. ما هو المجتمع المدني؟ هو مجتمع كافة المواطنين الذي يدير المواطنين المدنيين ومؤسستهم المدنية. ويسعى على حماية مواطنيه من بقى في الداخل القوات الأمنية عشان تراعي أمن المواطن، البوليس أو الشرطة في خدمة الشعب، ومن الخارج القوات العسكرية لكي تحمي الوطن من الخارج. دي وظيفته تحت إدارة الوطن المدني. حتى مسار الأمني والمسار العسكري يكون تحت إدارة الوطن المدني. يعني إيه أنا قلت مؤسسة مدنية؟ يعني إيه حكم مدني؟ هو حكم المواطن المدني اللي هو زيي وزيك، حكم المواطن المدني اللي هو زيي وزيك وزيك زينا كلنا. إذا قلت حكم مدني هو حكم المواطن المدني لمجتمعه المدني من خلال المؤسسات المدنية. حكم مدني يعني حكم المواطن المدني المدني وليس العسكري أو الأمني أو الاستخباراتي، لأن تربيتهم مختلفة، تربيتهم متخصصة في أشياء محددة، وده ما ينفعش يكون شمولي في إدارة الدولة أو إدارة المؤسسات أو إدارة الوطن. ف
فهو حكم المواطن المدني لمجتمعه المدني من خلال مؤسساته المدنية. يعني إيه مؤسسة مدنية؟ هي كل مؤسسة حكومية أو غير حكومية تخدم المواطن وتخدم الوطن وتخدم الدولة، والتي منها، وأنا أصر على هذا على ما أقوله الآن، المؤسسات الدينية كالمساجد والكنائس والمعابد. واللي مش عارف كلامي مش عارف ما يهمنيش، أنا ده اللي أنا بؤمن فيه. أنا بقالي في المجال ده 40 سنة، عن 1982، ده رأيي. أوعى تيجي تقول لي إن الكنيسة مش مؤسسة مجتمع مدني. أوعى تيجي تقول لي إن المسجد مش مؤسسة مجتمع مدني. أوعى تيجي تقول لي إن المعبد مش مؤسسة مجتمع مدني، أبداً. والقبيلة والحزب إلى آخره. لكن أرضك أرجع أقول تاني، يستثنى منها المؤسسات ذات الصفات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، لأنهم لهم صفات مقدسة محددة لا تدخلهم في هذا الأطار. ده بالنسبة للمجتمع المدني والمؤسسات المدنية. قلنا الحكومة المدنية، الحكومة تتكون من وزراء مدنيين، الحكومة المدنية مؤسسة حكومة تتكون من وزراء مدنيين يديرون أمور البلاد بما فيهم وزراء الدفاع والأمن. في بعض الأحيان في الغرب زي ما احنا شايفين هنا أن وزير الدفاع بيكون مدني، وزير الداخلية بيكون مدني، وبتكون مراحة مدنية مش عسكرية ولا أمنية. يعني إيه قانون مدني؟ هو قانون يضعه المتخصصين منين؟ من أبناء الوطن المدنيين بكل قطاع، يخدم كل قطاع وكل فئة وكل مهنة وكل حرف. متخصصين، ما يجيش واحد عسكري ولا واحد أمني ولا واحد استخباراتي يقول لي أنا حاطط لك إيه؟ حاطط لك قانون بأمارة إيه؟ أنا عايز حد يحط قانون الاقتصاد، حط قوانين للزراعة، للصناعة، للاستثمار، للري، للمياه، الصالحة للشرب، للصحة. مين هيحطها؟ المتخصصين المدنيين. دستور أرضك مدني، هو دستور يضعه حكماء الوطن. من الدستور بين المدنيين، من إيه؟ من بين المدنيين ليخدم كافة أبناء قطاعات الخدمة. عايزين نعمل دستور. الدستور ده بيشمل كافة أو بينظم كافة مناحي الحياة للوطن. هنعمله إزاي؟ هنعمله بإننا النت الزر ضعيف، نرجع على الفيسبوك نرجعه تاني. معذرة دقيقة واحدة بس نرجع الفيسبوك تاني. يبقى إيه؟ الدستور المدني هو البدع حكماء الدولة اللي هم المدنيين من المتخصصين في هذا المجال. ده بالنسبة للدستور المدني. طيب اللي بعد كده، نخش بقى كي يتعلم الشباب. أرجع تاني على الفيسبوك الجزء الثاني. يعني إيه كي يتعلم الشباب؟ ظهر في مشكلة في النت، نرجع تاني. الحمد لله. كي يتعلم الشباب الثورة لكل بقى، لأن في شباب كنت أنا أعرفهم كتير جدا في بلاد مختلفة لما حصل الربيع العربي. الثورة مش هوجة، الثورة مش مظاهرة، خلاص عشان نعرف كده كي يتعلم الشباب. المبادرة مش غاية، المبادرة وسيلة وخطوة، خطوة أولى في مشوار طويل جدا، خطوة أولى في مشوار طويل جدا. البناء ليس مكلمة، كل واحد يطلع يتكلم كلمتين كده، لا ما ينفعش. اللي عايز يبني قبل بيبني يعرف، وقبل ما يعرف يفهم، وقبل ما يفهم ويعرف يشوف الطريق عامل ازاي وتكلفته ايه ومساره ازاي ومخاطراته ازاي وشركائه في الطريق ازاي. فالبناء مش مكلمة. يبقى الثورة ليست هوجة أو مظاهرة، المبادرة ليست غاية، البناء ليس مكلمة،
والمجتمع مش قطاع خاص ابدا لفئه او لفصيل او لعيله او لحزب او لجماعه او لفكر، ده المجتمع. خدت بالكم يا شباب؟ خدت بالكم يا شباب؟ يبقى نقول تاني، الثوره ليست هوجه او مظاهره، المبادره ليست غايه، البناء ليس مكلمه، والمجتمع ليس قطاع خاص لفئه وفصيل او عيله او حزب او جماعه او فكر معين. ايه بقى تجربتي انا مع الشباب في خلال ال 20 سنه اللي فاتت او على الاقل ال 15 سنه؟ اول حاجه، حذاري ان تعتمدوا فقط على فتوتكم ابدا، حذاري ان تغتروا بسرعه انطلاقتكم. والعبره ليست بالبدايات لكنها بالخواتيم. لا تنساقوا وراء دعوات الساسة الكبار التي تشتت فكركم وراءكم كما حصل، وتشتت أيضا لحمتكم وتكسر اللحمة. كان أيام 2011 و12 الشباب منشغلين، ده يقعدهم هنا وده يقعدهم هنا وده يقعدهم. طبعا في الاخر الناس دول بيقراوا توجهات الشباب وعملوا ثورات مضاده ضد الثورات بتاعتهم. لا تنساقوا وراء دعوات الساسه الكبار التي تشتت فكركم وارائكم ولحمتكم. لا تنخدعوا ببريق الاعلام، اعلام اغلب الاعلام كذاب، سواء كان في الغرب او في الشرق او في الشمال او في الجنوب. او فتات الكعك الذي يوضع على الموائد الكبار فيترك لنا لنأكله، نحن لا نأكل الفتات. أو بقشيش المسؤولين كما يأتيك مسؤولا تحت هذه المليارات ويعطيك 5 أو 10 آلاف جنيه أو ريال أو إلى آخره. أبدا، حذاري. أنت بتفرحوا بالبقشيش ده اللي بيدوا لك مسؤول تحت إيده ميزانيات بالمليارات. لا تنساقوا وراء تشكيلات ترى الوطن كإيه؟ ترى الوطن فقط من خلالها، يعني أنا الوطن، أنا البلد، أنا التاريخ، أنا المستقبل. أوه حذاري، لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. حذاري أن تنساق وراء تشكيلات ترى الوطن فقط من خلالها، خلال وجهة نظرها فقط، ولا ترى لها شركاء في الوطن إلا هي، فهي الأولى والآخرة. لا تنسوا تاريخ أوطانكم، كل ده للشباب كي يتعلم الشباب. لا تنسوا رموز مجتمعاتكم، ثقافة حضاراتكم، قيم دينكم ومكارم أخلاقكم. أبدا حذاري أنكم تكونوا جهلة، جهلة بكل هذا. لا تتعجلوا قطف الثمار، حتى الحشرة، حتى الحشرة ما بتروحش تاكل المانجا الصفراء والحمراء اللي ما استويتش، أنا عارف إنها ممررة من جوه. وإحنا بنتعجل قطف الثمار، أصلها أصفرت، أصلها أحمرت، أصلها استوت، أبداً ما استوتش. تتعجلوا قطف الثمار فحتى الحشرات لا تطعم إلا الناضج من الثمار. لا تنسوا أن الهدف هو بناء الوطن والغاية هي إرضاء الله. الاثنين مع بعض. مسار البناء حركي ديناميكي، ومسار الغاية إيماني عقيدي راسخ. فالإيمان الراسخ العقيدي يدفع الحركة إلى الأمام، هي حركة البناء. نقطة 9، لا تنسوا أن دنياكم هذه زائلة ومزرعة للآخرة، ومزرعة للآخرة، فازرعوها بخير العمل، ليس بالسرقة والنهب والفساد. نمرة 10، مهمة جدا 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 جدا، لأن في ظل ما نرى، في ظل ما نرى ونسمع في هذه الحركات، ننسى إيه؟ ندون ونأرشف ونكتب ونوثق ونبول. حذاري ألا تدونوا وتأرشفوا وتبوبوا وتوثقوا كل ما تقومون به، وإلا سيكتب التاريخ وتكتب الأحداث بأياد أخرى، وسنندم على من ضحوا بأعمارهم وضحوا بأوقاتهم وضحوا
بمجهودهم وضحوا بأموالهم، وكتب التاريخ بأيادي المستغلين الفسدة. اعلموا أن الحل المجتمعي لابد أن يكون قائد على قاعدة التكامل، لابد أن نرى الأنسجة المجتمعية المختلفة داخل المجتمع، تشكيلات مختلفة، آراء مختلفة، ديانات مختلفة، ثقافات مختلفة، عرقيات مختلفة، تواريخ مختلفة، لغات مختلفة. إحنا كلنا عايشين مع بعض داخل هذا المجتمع، فلابد أن لا ننسى فضل هؤلاء حتى ونختلفوا معنا في الرؤية. بناء الشراكات وتأسيس التحالفات دوام 12 أصبح فرض عين، أصبح فرض عين على كل مواطن وليس طرفا فكريا وثقافيا. لابد أن نبني شراكات وتحالفات مع الآخرين، لابد أن نعطي أنفسنا فسحة. فسحة ليه؟ علشان نفكر ونراجع ونغير فكرنا ونغير توجهنا ونغير استراتيجيتنا بعض الأحيان واستراتيجيتنا بعض الأحيان. لابد أن نفكر، أوعى تستعمل كطافئ كواحد يطفي مطاعم النيران، نسميه بالإنجليزي فاير فايتر. لا، إحنا كوميونيتي بيلدرز، يعني بناء للمجتمعات. أن نتعلم من 2014 من تجارب من قبلنا، تتعلموا من تجارب من قبلكم من ما يحدث حولكم في نفس الوقت، يعني عين على الماضي وعين على الحاضر اللي كان نصنع رؤية المستقبل. ما فيش مستقبل بيبنى من غير ماضي في دروسه وحاضر في واقعه. نعلم أيها الشباب أن الصبر والاستقرار المقترنين بالمثابرة، المقترنين بالمثابرة النابعة من العقيدة الإيمانية ببناء المجتمع هما من أهم ركائز النجاح. الصبر والاستبار، صبر والاستبار. أن المجتمع يسأل، نعلم أن المجتمع يسأل الجميع فلا إقصاء أو تهميش أو إغفال. نعلم أن فقهنا المجتمعي فضفاضا ولو خاصية التمدد الاستيعابي، خاصية التمدد الاستيعابية استجابة لماذا؟ للمشاكل المجتمعية. ما فيش حاجة اسمها تكون صلبة متحجرة متكلسة، لا، المجتمع بيتغير كل يوم بالثانية والساعة والدقيقة. علموا أن الشخص المتدين، ودي مهمة جدا 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 منا أو منكم، هو الشخص الذي يجمع ولا يفرق، يسمع أكثر مما يتحدث، يفيد لا ليستفيد، يبذل ويعطي ولا يمنع، يقف مع الحق أينما ذهب أو عصف به الريح، يتواضع بعلمه ولا يغتر بإيمانه، أن يكون بشوشا سهلا ميسرا وليس معسرا. دي مهمة جدا، لأن ساعات بعض الناس المتدينين أو المشايخ يخوف الشباب، يخوف الشباب. أقولها تاني، اعلموا أن الشخص المتدين منكم ومنا هو الشخص الذي يجمع ولا يفرق، يسمع أكثر مما يتحدث، يفيد لا ليستفيد، يبذل ويعطي ولا يمنع، يقف مع الحق أينما ذهب أو عصف به الرياح، يتواضع بعلمه ولا يغتر بإيمانه، أن يكن بشوشا سهلا ميسرا ويسمع. هذا إن أردنا أن نحقق العدالة الاجتماعية، لا تعيش في مناخ الحرية، لا تحقق لنا العيش الكريم. مفيش حاجة بتيجي ببلاش، لابد من تضحيات. ده بالنسبة للنقطة الرابعة أو الخامسة، الثمان نقاط بتوع اليوم. يعني إيه كلمة دبلوماسية شعبية؟ كلام كبير بيصنعوا لينا، فإحنا برضك لابد حتى لو حتى هم تعريفات، إحنا هنحط تعريف. تعريف الدبلوماسية الشعبية، نرحب بكل الشباب اللي موجودين، خاصة الأستاذ الفاضل علاء عادل، هو يؤطر لنا أمور العمل الإعلامي، والسيد والأخت هاجر كذلك. يعني إيه التعريف بقى الدبلوماسية الشعبية؟ هي حركة طوعية طبيعية غير حكومية لمجموعة من فئات الشعب المختلفة
الجمعيات الغير الحكوميه والرموز والقيادات المجتمعيه لتبني لتتبنى ما تتبنى قضيه وطنيه محوريه من قضايا الوطن. حركه نوعيه طبيعيه تلقائيه لا تحركها حكومه لمجموعه من فئات الشعب المختلفه سواء كانوا جمعيات رموز قيادات مجتمعيه. انا كنت فاكر اول مشكله سد النهضه ارسل وفد شعبي لاثيوبيا عام 2011 او 2012، هم ناس تطوعوا من اموالهم الخاصه الى اخره راحوا هناك بغض النظر نجحوا او ما نجحوش، دي حاجه ثانيه. ما هي رؤيه الدبلوماسيه الشعبيه؟ تبني تحالفات شعبيه بين فئات الوطن الواحد، اهم شيء بناء تحالفات شعبيه بين فئات الوطن الواحد في الداخل ومثيلاتها في الاوطان الاخرى في الخارج. ده الرؤيه. الهدف بتاعها تكسب تأييد القوى الشعبيه الوطنيه لاهداف القضيه المحوريه التي يقف من اجلها. تكون قضيه التصحر، المياه، الجفاف، الفقر، البطاله والعطاله، الديون، نقول ايه تاني يا ربي، المناخ، وهكذا. العنوسة إلى آخره إلى آخره. دي كلها قضايا كبيرة. كسب تأييد القوى الشعبية الوطنية لأهداف قضيتهم المحورية ومن بعدها كسب التأييد الشعبي والرسمي في الدول الأخرى. الأصل وطنك، تكسب التأييد عشان تكون واقف على أرض صلبة، يعني صلبة لا يستطيع أن يحركك منها أحد. رسالة الدبلوماسية الشعبية نشر الوعي المجتمعي سواء كان حقوقي أو إنساني أو سياسي بين من؟ بين فئات المجتمع المختلفة. رسالة رسالة رسالة. تمويل ذاتي من بين أفرادها. الجمعيات غير الحكومية، نقابات، الاتحادات غير الحكومية، رجالات الأعمال، الوطنيين كذلك. عشان تكون حركة شعبية. معاييرها حيادية، استقلالية، شفافية، تكامل، تواصل، تشبيك مع من؟ مع مثيلات زي ما قلت في الداخل او في الاقطار المجاوره. المحاذير عدم التسييس، ان يدخل عليكم فصيل معين فيحولها الى اله او اداه في يد حزب معين او توجه معين او فصيل معين او جماعه معينه. او ان يخترقها بعض مسؤولي الحكومه فتصبح تتبع اجندات حكوميه. ده بالنسبه ما هي الدبلوماسيه الشعبيه. طيب بعد الدبلوماسيه الشعبيه نتكلم عن حته بردك احنا كنا اتكلمنا فيها، احنا قلنا هنا الاصاقيس دي عملنا منها فستان او عملنا منها بدله او عملنا منها جاكيته او عملنا منها بلطو الى اخره. النقطه السادسه في نقاط اليوم، ما هو الوعي المجتمعي للشعوب؟ يعني ايه وعي مجتمعي؟ القاعده اللي هنتكلم فيها في الوعي المجتمعي، وده اصعب شيء اتى من اجله الرسل او ارسل من اجله الرسل والانبياء، كي يرفعوا سقف الوعي المجتمعي لمن؟ للمظلومين والمقهورين والمشردين والايه؟ والمعذبون في الارض. في قاعده في الوعي المجتمعي، يرتفع الوعي المجتمعي بازدياد الحاجه المجتمعيه. يعني ايه؟ يعني لما تكون الناس في شظف العيش كما نراها في بعض الدول العربيه الان، يتحدثوا عن الغلاء، يتحدثوا عن الحقوق، يتحدثوا عن المطالب، يتحدثوا عن التعليم، عن كل الخدمات الاجتماعيه، ويقل الوعي المجتمعي او يغيب بازدياد الترف المجتمعي. الترف بالتالي القائم على ازدياد الدخول في دول صغيرة كده طالعة اليمين دول، الدخل بتاعها أعلى دخل في العالم. دول مستوى الوعي عندهم أقل بكتير من شعب زي الشعب الفلسطيني، من شعب زي الشعب العراقي أو الشعب السوري أو الشعب اليمني. ليه؟ لأن الحاجة هي أم ارتفاع أو أساس ارتفاع درجة الوعي المجتمعي عند المحتاج. المحتاج ده عايز حقه، اما تكون انت عايز حقه بتطالب بحق الى اخره.
وبتمشي في منظومة مطالبة الحقوق. يرتفع الوعي بازدياد الحاجة المجتمعية ويقل أو يغيب الوعي بازدياد الترف المجتمعي القائم على ازدياد الدخول خاصة في الدول الصغيرة والغنية. فحالة الثورات الربيع العربي خرجت هذه الشعوب الحديثة من القمقم زي العفريت. شبيك لبيك، مش عارف اسم العفريت ايه، بين ايديك، حنتوشة بين ايديك، خرجت من القماقم ولن تستطيع الأنظمة الحاكمة إدخالها مرة ثانية في القماقم. حتى ولو قمعوها وقتلوها وعذبوها وشردوها. خلاص. العفريت خرج إيه؟ أو الجن خرج إيه من الأم. فعلى الأنظمة، ده نصيحة، التي تدير شؤون هذه الشعوب أن تعمل توسع حيز هذه المساحات المجتمعية وحريات من خرجوا من داخل هذه القماقم. خلاص خرج، لابد يكون له حيز يشتغل فيه، لابد يكون لها حيز تشتغل فيه. الخطر بيكمن فين بقى؟ أين يكمن الخطر؟ يكمن في عدم إدراك الحكومات مدارات الوعي المجتمعي التي وصل إليها أبناء المجتمع. ده بقى في منتهى الخطورة. إن يكون في ناس في حكومة معينة لا يدركوا لا سقف الوعي المجتمعي لأبناء الوطن أو مدارات ومجالات التي يتحدث فيها أبناء المجتمع من الوعي المجتمعي الذي ارتقوا أو ارتفع فكرهم إليه. يكمن الخطر في عدم إدراك الحكومات مدارات الوعي المجتمعي التي وصل إليها أبناء المجتمع. في هرم للوعي المجتمعي، أنا كنت اتكلمت فيه من زمان. يعني إيه هرم؟ هرم زي اللي ورايا ده، أنتوا شايفين الهرم ده؟ حط هنا 3 أهرامات. أدي هرم أهو، شايفينه؟ بس ده مش الأهرامات بتاعت الجيزة، ده ممكن يكون بتاع الإنكا اللي موجودة في لاتين أمريكا الاتنين. شايف الهرم ده؟ دي قاعدة ودي قمة. قاعدة الهرم المجتمعي ده متكونة من إيه؟ لكل منظومة هرما وقمة يأمل أبنائها الوصول إليها مع وجود قاعدة يرتكز عليها. القاعدة دي أهم شيء في القاعدة دي، أول شيء الفقهاء المجتمعيين المتخصصين المستقلين من المجتمع. يعني ايه فقيه مجتمعي؟ مثلا الشيخ محمد جمعه قاعد معانا اليوم بيسمع الكلام وانا شايفه، جزاه الله خير بيشجعنا. الشيخ محمد جمعه فقيه شرعي، عنده من العلم الشرعي ما يجعله فقيها شرعيا، يفتي في امور الشرع، السنه، في الحديث، في التفسير الى اخره. الفقيه المجتمعي هو الفقيه الذي يفهم في مناحي الحيوات المجتمعية المختلفة، زي في الزراعة، زي في الصناعة، زي في الاقتصاد، زي في الصحة والتعليم، في التعليم والصحة، في المواصلات، في المناخ، في الرياضة. كل دول فقهاء مجتمعيين متخصصين في تخصص واحد. فقاعدة الهرم دي تكون مكونة من هؤلاء الفقهاء المجتمعيين. نمرة واحد من تحت، ناخد الهرم ده من تحت لفوق. الاثنين، في فقهاء سياسيين في احزاب سياسيه مستقله وفاعله ومفعله، يبقى ده نمره اثنين واحنا طالعين لفوق كده. نمره ثلاثه، مؤسسات المجتمع المدني المستقله كذلك، اللي هي بتخدم تقدم خدمات جامه لكافه ابناء الشعب ومختلفه. نمره اربعه، مؤسسات الدوله الدينيه ليها دور، لكن الفقهاء المجتمعيين والسياسيين هم بيعملوا القاعده الصلبه. مؤسسات الدوله الدينيه والرموز الدينيه المستقله ورجالات الدين ومؤسساتهم الغير حكوميه، كل دول بنتكلم عن الدين لانهم جزء مهم جدا من بناء هرم الوعي المجتمعي. نمره خمسه، المؤسسات الاعلاميه المستقله اللي هي ليست مسيسه، ومؤسسات الدوله الاعلاميه دول ايضا جزء من بناء الوعي المجتمعي. نمره سبعه، في الجامعات بيكونوا جزء من المؤسسات التي ترفع الوعي المجتمعي. الجامعات، المعاهد العليا التعليميه، حتى المصانع والشركات. ففي حقوق للعمال والموظفين، حتى المتقاعدين من العاملين تعلمهم وهم يعلمونا من خبرتهم.
حتى سائق العربات الأجرة، يعني من أكثر الناس اللي عندهم فكرة كبيرة جدا عن مشاكل المجتمع هو سائق التاكسي، إن كل يوم بيركب معاه 40 أو 50 شخصية، كل شخصية عندها 5 أو 6 أو 10 مشاكل بيعاني منها. فلو إحنا جبنا سائق العربات دول التاكسيات وسألناهم، أو الشخصية التانية برضه كانوا الحلاق اللي هو اللي بيعمل الشعر ده، طول ما هو قاعد الست بتتكلم أو الراجل بيتكلم أو الشاب بيتكلم. سائق عربات أجرة وسائق النقل، ورش العمل الصناعية، في الورش بتاعتنا إحنا لابد نعرف حقوقهم. كل ده احنا طالعين من الفقير المجتمعي الى ورش. لازم نرفع الوعي عند كل هذه الفئات، ورش العمل الصناعيه والحوانيت التجاريه، عشان يكون يعرف هو زي بتوع الافران اللي موجودين، زي بتوع الدقيق، بتوع الغله، بتوع الفلاحين. لازم نعلمه حقوق ايه ونعلمه حقوق ايه، نرفع الوعي عنده عشان طالب حقوق. ربات البيوت وذويهم في الاقارب عن طريق التلفاز او عن طريق الوسائل الاعلاميه او عن طريق الجرائد او عن طريق كل هذه الوسائل، عشان ست البيت تبقى عارفه انها تدرك ما يحدث في المجتمع حولها. نطلع مش ننزل، نطلع لطلبه المدارس الثانويه والاعداديه وكله والصنايعيه والعمال اليوميه وبياعين الشاي في الشوارع وبياعين سندوتشات وبياعين الحلوى والخضار. كان زمان زمان ايام ايام الزمن الجميل، كنت تلاقي الفلاح يكلمك في الادب وفي الشعر، وكذلك العجلاتي. انا ليس تحقيرا ليهم، لا، لانهم ناس تعلموا من دروب الحياه ما لم نتعلمه نحن من الجامعات والمعاهد والدراسات العليا. احنا بناخد شهاده الدكتوراه علشان ناخد علاوه او وظيفه، لكن هم كانوا في الشارع بيقعدوا مع الناس يستمعوا ويتعلموا من الأساتذة إلى آخره. سائق العربات ورش العمل الصناعية والحوانيت التجارية، ربات البيوت وذويهم، طلبة المدارس الثانوية، صناعية، عمال اليومية، بياعين الشاي، السندوتشات، الحلوى، الخضار، المتجولين وما عساكرتهم إلى آخره. حتى الأطفال في المدارس الابتدائية، أنا أعرف إن بعض الأطفال سجنوا او سجن ابوهم لانهم كانوا بيتكلموا عن قضيه قالوا الطفل عارفها ازاي؟ عرفها من الاب في البيت، من الام في البيت. حتى البلطجيه، لو البلطجي عارف انه ليه حق او هياخده مش هيبقى بلطجي بعد كده. حتى اطفال المشاهد، كلما تمكنا من بناء مسيره الوعي المجتمعي عن طريق هذه الأهرامات، كلما وصلنا إلى أطفال الشوارع معدوم النسب، كان نرفع الوعي لهم. نبدأ بالفقهاء المجتمعيين وننتهي بهذه المسيرة إلى أن نصل لأطفال الشوارع. إن مستوى الوعي الاجتماعي والسياسي وصل إلى مستوى 14 اللي هو نتكلم عليه أطفال وتلامذة المدارس الإعدادية والابتدائية في دول الربيع العربي. وسوف تشهد العشرين سنة القادمة تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية وجغرافية تؤثر في العالم وتؤدي إلى انتقال مراكز القوى إلى العالم العربي والإسلامي. وأهم عوامل نجاح هذه الرؤية هي الاستثمار في الشباب، الموارد البشرية الوطنية، وبناء مؤسسات مجتمع مدني قوي أيضا. فده بالنسبة لهرم الوعي المجتمعي. آخر نقطة أنا هتكلم فيها اللي هي مقومات الدولة العظمى، أرجع الهرم مطرحه عشان خوف وخفرع ما يزعلوش مني. تكون قوية من الداخل ومحمية من الخارج، يعني إيه؟ قوية من الداخل بإقامة العدل والحرية وإعطاء الحريات، العدل والحرية والمساواة الاجتماعية، يعني إزاي هنقيم العدل والحرية والمساواة الاجتماعية؟ لابد يكون عندنا مؤسسات مستقلة تستطيع أن تؤثر القوانين، أن تحمي مسيرة بناء المجتمعات من القاعدة إلى القمة، أن تحاسب المسؤولين، وأن تراجع القوانين، وأن تنشر التعليم والثقافة والفكر في الداخل. في الداخل لابد يكون نحن نعيش في دول مؤسسات
ليس دول افراد، دول مؤسسات وليس دول افراد، دول مؤسسات ولا يعني عايشين دلوقتي في دول افراد. دول افراد وللاسف، وليس دول مؤسسات. دول قاعده فرعون، لا اريكم الا ما ارى ولا اهديكم الا سبيل الرشاد. يعني دول كثيره جدا احنا عارفينها، وللاسف يعني حتى بعض الدول الغربيه بدات تتاثر بالمال اللي بيدفع لها من دول اخرى. تكون محميه من الخارج، ازاي هتحميها من الخارج؟ انت عندك جهاز مناعه قوي في الداخل من خلال البناء المؤسسي والمجتمعي، خلاص لابد البناء الداخلي ده يحاط باسوار من التحالفات الدوليه، ها، لتطبيق الحقوق الانسانيه للمعايير الدوليه دون انحياز لفصيل او ايادي خفيه. يبقى هذه هي مقومات في بساطه جدا الدوله العظمى اللي انتم عايزين تبنوها. ولن تبنى هذه الدوله ولن تبنى هذه الدولة ولن تبنى هذه الدولة القوية العظمى إلا إذا سمح لأبنائها أن يعيشوا في بحبوحة من الحرية، وسمح لأبنائها أن يبنوا دول، يبنوا مجتمع مدني ومؤسسات مجتمع مدنية، ويبنوا مؤسسات دولة قوية ومستقلة، ويحاسب كل منها على إنجازاته وعلى أخطائه. لن نبني دولة قوية بالعنطرية وحيثية الطفل المعجزة والقائد الذي لا يخطئ أبدا وهكذا وهكذا وهكذا. أما رسالتي إليكم يا شباب في الأسبوع القادم فستكون كلمة واحدة أو عبارة واحدة للحديث بقية. يعني إيه؟ مش هقول الرسالة الأسبوع ده، هذا الأسبوع الجاي، وسأتحدث فيها عن لماذا تحارب مؤسسات المجتمع المدني العربية والإسلامية. وفي رسالة من مين؟ من أصحاب الحقوق. أنا دلوقتي بطلنا نقول كلمة مستفيد، بطلنا، حذاري تستعملوا كلمة مستفيد، حذاري تستعملوا كلمة مستفيد، حذاري تستعملوا كلمة مستفيد. اسمهم أصحاب الحقوق. أصحاب الحقوق بقى في سوريا وفي اليمن ومن اليوغور والروهينجا وفلسطين، وسط أفريقيا، جنوب السودان، أوكرانيا، أريتريا، السودان، إيه تاني اللي هو أفغانستان، الصومال، يعني كل هذه الأشياء وغيرها، أمريكا اللاتينية، الأرجنتينا، في الفلبين، كذلك في جنوب شرق آسيا، في اسمها يا ربي اللي هي عاصمتها كاتماندو، مش فاكر اسم انا فاكر اسم عاصمة كاتماندو، نيبال، وهكذا. أكون رسالة موجهة لينا منهم، بالإضافة إلى بعض الشخصيات المهترئة اللي احنا هنناقشها إن شاء الله. نراكم إن شاء الله يوم الخميس القادم. طبعا للأسف إن أنا عملت النهاردة اللقاء يوم الأربعاء عشان عندي بكرة لقاء عن أفغانستان، لقاء مغلق شوية عن أفغانستان، فاضطريت إن أنا أقدم المحاضرة النهاردة عن بكرة. يوم الجمعة إن شاء الله هتكون باللغة الإنجليزية، أما الخميس القادم هيكون الجزء الثاني من المحاضرة، ويوم الجمعة القادمة هيكون الجزء الثاني من المحاضرة باللغة الإنجليزية. وجزاكم الله خير على حسن استماعكم، وأنا بشكر الشباب اللي تكبدوا على اللي هو الاستماع لي لمدة 45 دقيقة، رغم أنهم متوقعين أن هذه المحاضرة كانت تاخد مثلا 35 دقيقة، لكن جزاكم الله خير. وأرجع أقول مرة أخرى وأذكر، لا يذهب منا أحد إلى أوكرانيا أو بولندا ليعمل أعمال غير إنسانية، ولا تنخدعوا بما يعدكم به الساسة، ونتعلم مما حدث في قضية أفغانستان في السبعينيات والثمانيات، ورجع هؤلاء الناس ووضعوا في السجون. لا تنخدعوا بأن اذهبوا لتساعدوا الشعب الأوكراني، من حقهم عليكم، اذهبوا وكونوا معهم في محنتهم إنسانيا. أظهروا لهم مقدار حبكم لهم، وفي نفس الوقت بالنادي بردك مرة واثنين وثلاثة بأن يعامل أصحاب هذه المشاكل اللي اتكلمت عنها بنفس المكيال
اللي بيعامل بيه الشعب الاوكراني. فالافغاني ليس اقل من الاوكراني، واليماني ليس اقل من الاوكراني، والسوري ليس اقل من الاوكراني، والافريقي ليس اقل من الاوكراني. كلنا سواسيه وفي الهم سواء، سواء كنا نازحين او لاجئين او مشردين او مغتصبين، زي ما في بعض الدول والعياذ بالله بدات تجبر بعض اخواتنا النساء وبنات اوكرانيا على الدعارة، أنجاس وأندال. على العموم نراكم يوم الجمعة إن شاء الله القادم بعد غدا في المحاضرة باللغة الإنجليزية، ونراكم الخميس القادم والجمعة القادمة في الجزء الثاني من هذه المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا أن الشطرة تغزل برجل حمار، وكل منكم شاطر وشاطر، كل منكم شاطر وشاطر. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.